ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. نعم، أنت تتكلم عن العصمة غير؟ أيوة، أعطيني دليل على أن هذه الآية، آية التطهير، نزلت في نساء النبي من أي مصدر عندكم؟ من حاضر، البخاري، من مسلم، من الترمذي؟ ماشي، حاضر. أنا بس هكلمك بحاجة أنت تفهمها، ماشي؟ نعم، لو قلنا، لو جبنا كده فيل، تمام؟ وقلنا إن الفيل ده بيطير، هل هتصدقني؟ أخي هاي يا الأشياء، باشا الآية لها سبب معلش، خدني على قد عقلي، أنا يمكن انا برجع مجنون. أنا يا بغلط. باشا خدني على قد عقلي، يمكن انا مجنون، فبين جناني للناس. أنت تريد تعرف، طالبتك الدليل ما جبت الدليل، يا راح تقول باشا خدني بتاعك على قد غير عقلي، عملي. انت سألت السؤال وانا هجاوبك، خدني على قد عقلي، يمكن انا انسان عقلك، مجنون. أنا عقلك، يلا بس خدني على قد عقلي، يلا. لو انا شاورت لك على الفيل وقلت لك الفيل ده بيطير، هتصدق؟ لا ما صدق. طب ولو قلت لك على الفيل ده زرافة، هتصدق؟ الفيل شنو؟ لو قلت لك عن الفيل ده زرافة، هتصدق؟ لا ما صدق. طب هو الفيل ده محتاج حد ان هو يقول ان ده فيل؟ محتاج حد يقول ان هو فيل؟ انت ايش جابك لها؟ طريق دليل، انا معلش، ترى اعطيني معلش، ده دليل آخر على ان سؤال، والله الآية ده آخر سؤال. الفيل ده محتاج ان حد يقول ان ده فيل؟ وانت اي واحد هسه يخابرك تجاوبه؟ يا باشا انا هل سألتك معقولة؟ سؤال، جاوبني، ده اخر حاجة، والله دي اخر حاجة، دي اخر انا ما حاجة، اعرف دي اخر الدليل، يعني حاجة. انت قول، تريد تقول هفهمك انا قلت كده ليه، يعني انا قلت لي هفهمك يعني. انا قلت كده ليه. هل الفيل يحتاج ان حد يشاور عليه ويقول ده فيل، ولا مجرد ان احنا نشوفه هنقول ده فيل؟ انت تناقش بالدليل العقلي ولا النقلي؟ يا باشا انا اكتب لنا بص آية ولا انا بص دليل؟ بص بص انا هجاوبك بكل حاجه انت عايزها، عقلي نقلي اللي انت عايزه ان شاء الله، تمام؟ تمام، بس اخر سؤال، هل الفيل تمام. محتاج ان حد يقول يشاور عليه ويقول ده فيل، ولا بمجرد ان انت لما تشوفه تعرف ان هو فيل؟ لا، من اشوف اعرف انه فيل. الحمد لله رب العالمين. لو جبنا 1,000,000 مسلم وقلنا له اقرأ لنا آيات الأحزاب، هيفهم إنها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هيفهم إنها في علي والحسن والحسين وفاطمة؟ مجرد إن هو لا، يقرأها. راح يفهم بان من خلال كلمة عنكم مو عنكن، يفهم لا لا علي لا 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 لا، والحسين واحدة واحدة وفاطمة واحدة والنبي. واحدة، لا ما هجاوبك على عنكن، عنكن، هجاوبك على عنكم وعنكن، هجاوبك عليها. لكن أنا بسألك دلوقتي بإنصاف، لو جبنا 1,000,000 مسلم وقلنا له اقرأ من بداية الآية 28 من سورة الأحزاب، هيفهم وأما يقرأ إنها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في علي والحسن والحسين وفاطمة؟ وذول المليون مسلم منو افهم هم لو تلمذوا مجرد مسلم القراءة، مجرد فاهم؟ القراءة، يعني مجرد إن هو يقرأ بس الآيات ديت. اخي وذول العلماء قالوا هاي نسبة دور الخمسة، يا يعني باشا تريد اسمعني، يا باشا اسمعني يا تزيد. عم، انا ما جبتلكش دلوقتي سيره الكساء ولا رحت بره القران، انا بكلمك على القران. بمجرد ان 1,000,000 مسلم يقراوا الايات من اول الايه 28 من سوره الاحزاب، هيفهموا انها في علي والحسن والحسين وفاطمه ولا لا؟ نعم لا؟ ولا الآية اجت وين النساء؟ حتى الآية اجت بالسياق، يا باشا ذكر النساء جاوبني على سؤالي لو فاطمة سمحت، انتوا ليه محمود. بتتهربوا من السؤال؟ انا بسألك دلوقتي، لو جبنا 1,000,000 مسلم وقرأ الآيات ديت، هيعرف ان هي موجودة، ان هي في الحسن والحسين وفاطمة وعلي، ولا لا؟ إذا ما فائدة المصادر اللي عندكم تقولون يا صحيحة باشا انا بسألك دلوقتي في فما القرآن، فائدة. انا لسه ما رحتش للحديث. أنا ما أنسي، يا باشا انا أنا دلوقتي قلت لك بسألك في القرآن، القرآن، يا باشا بسألك في لا القرآن، معنى. لا حول ولا قوة الا بالله. هو انت مش كل حاجة بترد لا للقرآن، ولما نيجي نكلمكم في القرآن عايزين تهربوا للسنة، نروح للسنة تهربوا للقرآن، ارسلكم على حل. الآن لو جبنا 1,000,000 مسلم وقلنا له اتفضل اقرأ من اول الآية 28 من سورة الأحزاب،
هيفهم انها في علي والحسن والحسين وفاطمه ولا لا؟ لا، من خلال عنكم راح يفهم بها من بان محمد وعلي والحسين وفاطمه، عنكم مو عن كنا. عنكم وليس عن كنا. يعني انت كده هربت في عنكم وعن كنا. طب جميل 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 جميل. الله عز وجل يقول في كتاب العزيز: قالوا اتعجبين من امر الله. كلمه اتعجبين من امر الله، الخطاب هنا لمن؟ سبب نزول الآية أنا ما مفسر. الخطاب هنا لمن؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، الخطاب هنا لمن؟ ما أعرف بالتفتيش، أنت قول لامرأة ولا راجل؟ لست ولا راجل؟ إي بس ما لها غرض أنت يا باشا، رد علي لو سمحت. الخطاب هنا لمين؟ لست ولا راجل؟ لست ولا راجل؟ واحدة أنثى ولا ذكر؟ اخي انت تقياس علماء قالوا بخلفه، انت ليش تشيلها تحط في خلف النساء؟ يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا، سالتك سؤال، انت مش انت عايز تعرف ليه جت بعنكم وما جتش بعنكن؟ انت هتسال من خلال القران اقول بالنساء، اقول بالنساء، اقول من خلال السنه النبويه بانها بالنساء، يلا القرآن يقول بس ما تراجعش ما تراجعش، الحمد لله. يعني انت من خلال القرآن، من خلال القرآن بتقول ان الآيات دي في النساء، في النساء، لكن من خلال السنة بتقول ان اسمعني بس اسمعني 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 اسمعني، انت قلت الآن ان من خلال القرآن الآيات في النساء، لكن من خلال السنة الآيات في مين؟ في الحسن والحسين وفاطمة وعلي. طيب الحمد لله رب العالمين. يعني لو جبنا مليون مسلم هيفهم مباشرة من خلال القرآن إنها في النساء. فهل عائشة هتحتاج ولا أم سلمة ولا أي حد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنها تقول إن الآيات دي نزلت فينا؟ مش هتحتاج. نرجع للفيل اللي بيطير، لما سألتك وقلت لك هو الفيل محتاج إن حد يقول إن ده فيل؟ وقلت لي لا مش محتاج. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاجين ان هم يقولوا ان هذه الايات نزلت فينا، لان اي واحد هيقرا الايات ديت هيفهم انها فيهم صح او فيهن صح ولا صح. الحمد لله رب العالمين، خلصنا من اول نقطه ولله الحمد والمنه. ندخل في النقطه الثانيه الا وهي: لماذا الايه جاءت بعنكم ولم تاتي بعنكن؟ ضربت لك مثال بسيط وقلت لك ايه؟ قالوا اتعجبين من امر الله، وسالتك قلت لك الخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا لمن؟ لامراه ام رجل؟ تفضل يلا جاوبني. حبيبي انت تسمعني لو لا؟ اسمعك تفضل. قلت لك تنازل انا تنازلت الى وقلت لك هاي بالنساء، اعطينا حديث عن النبي او زوجات النبي بانها قال ان هاي الايه نزلت فينا. يا باشا انت ما تقدرش تتنازل، ده غصب عنك، يعني غصب عنك. ما فيش حاجه عندنا احنا هنا اسمها تتنزل او تنازلت لك او بغض النظر. لا يا باشا، ده انت غصب عنك، لان الايات لو جبت مليون مسلم هيقراها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد ان هو قرأها عائشة مش محتاجة انها تقول ان الآية دي نزلت فينا، مش محتاجة. لا، ده انتوا اللي محتاجين ان انتوا اللي تقولوا ان الآية دي نزلت فينا، تمام. لذلك انا ضربت لك المثل، قلت لك الفيل لما احنا محتاجين نقول للناس ان ده فيل ولا الناس هتعرف ان هو فيل؟ بمجرد رؤية الفيل هتعرف ان هو فيل، فمش محتاجة. فكذلك الآيات، ولله المثل الأعلى طبعا، تمام. فالله المستعان. خلصنا من أول قصة النساء، ليه ما قالوش إن الآية دي نزلت فينا؟ فكلام الحسينيات اللي أنت بتسمعه ما ينفعش تطبق هنا، لأن إحنا الناس بتفهم، تمام؟ طيب، عن كنا وعنكم، إيه رأيك يكون بيني وبينك القرآن حكم في مسألة عنكم وعن كنا؟ إيه رأيك؟ تفضل. حبيبي انت اول مره انا تنازلت له وقلت لك بالنساء اعطيني دليل على ان هاي الايه من صحاحكم بعائشه وزوجات النبي، اعطيني دليل بان يا ابني خلاص القصه انتهت، ما تقعدش تلف وتدور. يعني مثلا لما يجي واحد يقول لك ايه محمد رسول الله، فيجي واحد شيعي يقول لك اثبت لي
أن محمد رسول الله دي في النبي، أو النبي قال إن محمد رسول الله إنهنا. يعني تخيل واحد يجي لك من بره كده يقول لك قول لي إن محمد رسول الله، هات لي دليل إن محمد رسول، إن سيدكم محمد قال إن محمد رسول الله دي فيا أنا. تخيل واحد أهبل كده يجي لك يقول لك إيه، هات لي دليل إن آية محمد رسول الله في النبي عندكم، وإن النبي قال إن دي نازلة فيا أنا. هتقول له إيه؟ امشي يا أهبل، صح؟ ليه؟ لأن الآية مجرد إن إحنا نقرأها هنعرف إنها في النبي. فكذلك آيات الأحزاب مجرد إن إحنا نقرأها هنعرف إنها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النص آية بتاعتكم وبعد النص الآية بتاعتكم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. تمام، نخش بقى في عنكم وعنكن. ماشي، ترضى بالقرآن بيني وبينك في عنكم وعنكن؟ ترضى؟ بابا أم سلمة تقول أنا جيت أدخل تحت الكساء ما خلاني النبي أدخل. ما عشان قال لها أنت أم سلمة، قال لها أنت على خير. قاعد أم سلمة، قال لها أنت على خير. إيه أنت على خير؟ قال لها أنت على خير، يعني خلاص قصتك انتهت يا أم سلمة. يعني النبي يا أم سلمة، أنت بص يا باشا، قصتك انتهت يا أم سلمة، أنت موجودة في الآيات خلاص. أنا قصتي من في اللي ما جوش في الآيات. قصتك يا أم سلمة منتهية، لأن كل مسلم هيقرأ الآيات هيعرف إنها في أم سلمة وفي عائشة وفي ميمونة وفي 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 وفي. تمام، فقصتك انتهت أنت. أنا قصتي مع الناس اللي ما جوش في الآية، قصتي مع الناس اللي هم لو مليون مسلم قرأوا مش هيعرفوا إنها في علي والحسن والحسين وفاطمة. فقال لا أنت على خير، خلاص انتهت القصة. ولكن أعيد عليك تاني، أعيد عليك تاني، هل ترضى ولا تتنازل؟ أهو شوف بقى، تتنازل ولا ترضى أن يكون القرآن حكم بيني وبينك في مسألة عنكم وعنكن؟ إيه رأيك؟ تفضل. والله أنا مستغرب منك، يعني أم سلمة على خير والنبي وفاطمة وماما على خير والحسن والحسين؟ لا، ده فهمك أنت، ده فهمك أنت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنت على خير خلاص يا فاطمة. الدعاء بقى لمين؟ للي ما جوش في الآية. اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم رجس طاهر تطهيرا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أدخل السيدة بتاع ده، السيدة أم سلمة، كانت انتهت القصة، كانت انتهت القصة. كنا عرفنا كمان إن الآيات دي مش في نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي عائشة وحفصة، كنا عرفنا في إن هم المجموعة دول وخلاص. لكن عدم إدخال النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة يؤكد لكل أعمى كمان أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من ليس في الآية، وإلا قصة أم سلمة انتهت. أعيد عليك السؤال تاني وأعيد عليك، هل ترضى أن يكون القرآن حكم بيني وبينك في مسألة عنكم وعنكن، ولا تعتذر وتتنازل؟ فضل عمي أعتذر. أنت قلت أم سلمة على خير والنبي مو على خير، أنت قاعد تسويت فلك أنت بالدين، الله وكيل. يا ابني يا ابني، هو لما اقول لها انت على خير خلاص انتهت قصتها، انت موجوده خلاص في الايات. هو لازم يقول لها انت موجوده في الايات يا ام سلمه؟ ام سلمه شافت منظر قدام النبي صلى الله عليه وسلم بيجمعهم فارادت الدخول معاهم. دي نقطه. النقطه الثانيه فيهم علي بن ابي طالب، فكيف كمان هتدخل وعلي بن ابي طالب موجود، وعلي بن ابي طالب ليس محرم لها. المهم القصه طويله يا باشا، هل ترضى أن يكون القرآن حكم بيني وبينك في مسألة عنكم وعنكن، ولا حضرتك تنازلت عنها وهربت منها؟ تفضل يلا. لو أم سلمة دخلت تحت الكساء أصبحت معصومة، خليني أقول لك، والنبي منحها لهذا السبب. أما أنت تقول أم سلمة على خير والنبي مو على خير، منين تجيب هذا السبب؟ طيب جميل أوي، هرد عليك، هرد عليك. بيقول إيه يا إخوانا؟ لو أم سلمة دخلت تحت الكساء أصبحت معصومة. أصبحت إيه معصومة؟ يعني حديث الكساء هو من عصمهم، خلاص مفيش مشكلة. تعالي يا عنكن ومنكم اركين على جنب، الراجل هرب منك خلاص، ندخل في مسألة العصمة. بيقول إيه؟ لو أم سلمة دخلت تحت الكساء لأصبحت معصومة. احنا هنسأل سؤال صغير قوي، هل قبل دخول الحسن
هل قبل دخول علي والحسن والحسين وفاطمة إلى الكساء كانوا معصومين أم لا؟ كانوا معصومين أم لا؟ قبل الكساء كانوا معصومين أم لا؟ تفضل. كانوا معصومين منذ الولادة، بس الله يريد يأكد للعالم، أما هو النبي متأكد وهم الله متأكدين. الله، يبقى ازاي يأكد للعالم ودي لو دخلت كانت اصبحت معصومة؟ الله، هنرجع في كلامنا تاني. بيقول لك يريد ان يؤكد للعالم. يؤكد للعالم مين يا باشا؟ انو عالم ده؟ ما كانش فيه اللي هم في البيت والله، يعني ما كانش فيه اللي هم في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي والحسن والحسين ومسلمة، يعني ما كانش فيه اللي هم. هيأكد للعالم ازاي يعني؟ طلع على منبر مثلا ولا في الحج الاكبر مثلا في يوم الحج وقال لهم يا جماعة دول المعصومين؟ يأكد للعالم فين يعني؟ ده هم سبعة، يأكد للعالم فين يعني؟ معلش يعني الكلام ده لو طلع على جبل عرفات ولا حاجة مثلا في الحج وقال لهم ماشي، لو طلع على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ماشي موافقك يا عم، يبقى بيأكد للعالم. ولكن في حاجة صغيرة بقى كده حضرتك نسيتها، انت بتقول هم معصومين منذ الولادة، معصومين منذ الولادة، والحديث بيقول يالا يا وليد، بيقول يالا يا وليد، افتكر يا وليد، اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب فأذهب فأذهب. ما معنى كلمة فأذهب؟ ممكن ممكن فأذهب، ما معنى كلمة فأذهب؟ فاذهب لان اراده الله اجت، قال انما يريد الله، تعرف انما يريد الله. انا عايز لا 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 خالص 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 خالص، انا عايز اعرف بس كلمه فاذهب. فاذهب ما معنى كلمه فاذهب؟ انا ما دخلتكش في الاراده كونيه شرعيه، ما دخلتكش فيها، انا عايز بس كلمه فاذهب. فاذهب ما معنى كلمه فاذهب؟ تفضل. فاذهب اجت هنا لاستمرار المستقبل، للمستقبل، بان الرجس مستقبلا يبقى مستمر، الرجس بانه اهل البيت ما يدنسوا باي رجس، باي رجس يعني مستقبلا يعني. وفعلا اهل البيت ماكو اي ذنب، ماكو اي ذنب يطلع لاي ذنب لاهل البيت. هو الكلام موجه لمين؟ مش موجه لله عز وجل؟ وهم معصومين منذ الولادة وهيفضلوا معصومين إلى الممات، فما العبرة من كلمة فأذهب؟ فأذهب عنه من ركس طاهر تطهيرا، فأذهب عنه من ركس. طب ما هم كده كده منذ الولادة وهم معصومين وهيفضلوا معصومين إلى الممات، فما معنى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول له فأذهب فأذهب، يقول له فأذهب عنه من ركس، فأذهب عنه من ركس، تمام؟ طب هو إلا كده، طب لو كلمة فأذهب يعني في كلمة فأبعد، طب ما هما كده كده الركس المبعود عنهم، حتى لو هو قريب منهم لن يتدنسوا به، لن يتدنسوا به، فما معنى كلمة فأذهب بس؟ تفضل. فأذهب إجت إشارة للمستقبل، لأن الله سبحانه وتعالى إرادته قبل ذلك، قبل كلام النبي. الله أراد أن يحصدهم منذ أن خلق آدم، آدم توسل بهم كما أشار السيوطي، توسل بهم يعصمهم منذ أن خلق آدم، يعني هم كانوا موجودين أيام خلق آدم، أيام ما خلق آدم، تمام؟ وبعدين دخل كلمة السيوطي عشان أهرب أنا لكلمة السيوطي، لا إحنا عايزين نعرف كلمة فأذهب بس. يا ابني العلم بيحتاج إلى التفكر والتعقل، وإن أنت تفكر في الكلام اللي بتقوله. أنت قلت أنهم معصومون منذ الولادة، جميل. طيب منذ الولادة إلى دخول الكساء، هل الله عز وجل كان يذهب عنهم الركس أم لا؟ بسيطة اهي. يبقى منذ ولادة علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين أو فاطمة، الله عز وجل كان يذهب عنهم الركس أم لا؟ واضحة؟ منذ ولادة علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين أو فاطمة، كان الله عز وجل يذهب عنهم الركس أم لا؟ بسيطة هي، تفضل. نعم، إرادة الله ما أجت بوقت معين، إرادة الله ما أجت الله أراد أن يذهب الركس عنهم. ما يا باشا أنا ما كلمتكش في الإرادة، أنا سألتك منذ ولادة علي والحسن والحسين وفاطمة، الله عز وجل كان يذهب عنهم الركس أم لا؟
نعم كان يلزم عنهم الركس، لا لم يكن يلزم عنهم الركس. بسيطة اهي، تفضل يلا. نعم، عقيدتنا الشيعة نعتقد بأن الأنبياء معصومين منذ الولادة. يا باشا أنا ما كلمتكش في الأنبياء دلوقتي، أنا كلمتك في حديث الكساء والخمسة اللي موجودين في حديث الكساء، وسألتك سؤال قلت لك منذ ولادة علي بن أبي طالب وفاطمة، وفاطمة علي وفاطمة والحسن والحسين، هل كان الله عز وجل أذهب عنهم الركس أم لا، أو يذهب عنهم الركس أم لا؟ بس بسيطة، نعم كان يذهب عنهم الركس، لا لم يكن يذهب عنهم الركس. اتفضل. نعم أذهب عنهم الرجس منذ الولادة، ولكن الله بس بس خلاص خلاص، ولكن دي بتاعتك انت، ولكن دي بتاعتك انت مش بتاعتنا احنا، دي بتاعتك انت تخصك انت، التأليف بقى اللي جاي ولكن دي تأليفك انت. يبقى اذا الله عز وجل منذ الولادة اذهب عنهم الركس، طيب اذا كان الله عز وجل منذ الولادة اذهب عنهم الركس، فلما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فاذهب عنهم، اذهب فاذهب يعني شيء أذهب الله قبل كده، فليه يذهبه بعد كده؟ ما خلاص. طيب هسألك سؤال تاني للتوضيح، للتوضيح بس للتوضيح، لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع علي والحسن والحسين وفاطمة في الكساء، هل كان الله عز وجل مذهب عنهم الركس أم لا؟ تفضل. نعم الله سبحانه وتعالى ذهب عنهم الرجس، هم يعلمون بأنهم انهم محصومين، لكن العالم ما تعرف، الله يريد يبين للعالم. الله عز وجل يريد ان يبين العالم، فاستنى علي يدخل فجابه، واستنى فاطمه تيجي لوحدها فجاب، واستنى الحسن وحسين يجوا بالقصعه، ما فاطمه جت بالقصعه عندكم فجاب، فاراد ان يبين للعالم فدخلهم الكساء، وساب تبيين للعالم لمين بقى؟ يعني لو ام سلمه ما حكتش الواقعه ديت ما كناش عرفنا ان هم معصومين بجد، يعني تخيل لو ام سلمة ما حكيتش الواقعة ديت كان زماننا ما نعرفش ان هم معصومين. جميلة قوي، جميلة قوي. طيب خلينا نمشي معاك خطوتين قدام، خلينا نمشي معاك خطوتين قدام. ازاي ربنا عايز يبين للناس، عايز يبين للناس ان هؤلاء معصومون، تمام، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي. الله يا وليد، انت اتجنيت ولا ايه؟ انت اتجنيت ولا ايه؟ ربنا عايز يبين للناس ان هم معصومين فيخلي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربنا. الله جديدة دي، لا لغة ولا شرع ولا عرف ولا حتى عند عم السيد الميكانيكي. نعيد تاني، ففي الإعادة إفادة. الأصل أن الله عز وجل أراد إعلام الناس أن هؤلاء معصومين، جميل، فقال للنبي قل يا الله أذهب عنهم الركس. طب ما تطلع تقول لهم إنهم معصومين وخلاص، هو حد هيكذبك؟ مش انت نبي، حد هيكذبك؟ مفيش حد هيكذبك. طب ليه المسرحية دي بقى؟ هو بيطلب من الله ولا أمر من الله؟ يعني النبي بيطلب من الله، بيطلب من الله بيقول له ايه؟ اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي. الله، ومش المفروض يقول يا أيها الناس هؤلاء أهل بيتي فقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ ده لو إعلام للناس، لكن إزاي الله عز وجل يجعله يعلم الناس بالدعاء، بدعاء الله؟ إزاي؟ نفسي أفهمها دي، اتفضل يلا. نعم، أنت صار لك تقريبا راح يصير نص ساعة وما عندك دليل على أن الآية نزلت بالنساء، وقاعد تتهرب وتاخذ الحديث تجربيه، الايه تجربيها، لان ما عندك دليل على ان الايه نزلت في النساء، اعطيني دليل على ان بص الايه نزلت عندنا في مثل، النساء. عندك عندنا مثل بيقول لك ايه؟ ان قبلك العبيط هودو، ان قبلك العبيط هودو. صح يا ابني، صح، ما عندناش يا ابني، روح يا ابني، مع السلامه يا ابني، مع السلامه يا ابني.
نصف ساعة اشرح ليه، هو مش فاهم، مش في دماغه. يعني ربنا اراد اعلام للناس فقال للنبي ادعيني او ادعوني، يعني الله عز وجل اراد اعلام الناس بان هؤلاء معصومين فقال له ادعوني، قل يا اللهم هؤلاء اهل بيتي. هو الخطاب لمين؟ اللهم هؤلاء اهل بيتي، الدعاء لمين؟ بيدعو من؟ بيدعو الله عشان الناس تعرف. طب ما تتوجه للناس على طول وتقول لهم يا جماعه دول اهل بيتي، يا جماعه اللي انتوا سمعتوه في الايات دول لا يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يختص بدول الاربعه دول. لا بقى، والاجابه بقى اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. المفروض الاجابه تكون ايه من الله؟ فاستجبنا لك، فاستجبنا له، صح؟ فاجبناه، صح؟ صح؟ صح ولا مش صح؟ مش في دعاء يبقى في استجابه. هل في اللغه العربيه الاستجابه تكون بانما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت؟ يعني هل الاجابه تكون بانما؟ يعني مثلا واحد يقول ايه؟ يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب تب علي. فتيجي الاجابه من الله انما يريد الله ان يتوب عليك. الله، تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ تيجي ازاي اجابه الدعاء بانما؟ فاستجبنا له، فغفرنا له، فرحمنا، فطهرناهم مثلا. لكن ما تجيش بانما،